إذا أنت بتمر في مرحلة فيها ضغط نفسي كبير عليك، هموم، مشاكل، ضغوطات، ضيقة خلق، مش طايقة أحد حواليك، نصيحتي لك في هذه المرحلة ارفعي شعار طز. طز في الجميع، طز في كل الناس، طز في اللي يلوم، طز في اللي يزعل، طز في اللي يشوفني أنانية، طز في اللي يشوفني متجاهلة، طز في اللي يشوفني متغيرة، طز في كل الناس. أنا في هذه المرحلة أنا أولى بنفسي، أنا أرحم بنفسي، أنا لنفسي. راعي نفسك وطلعيها من اللي هي فيه، لا تحطي أولويات أخرى غير نفسك إلين ما تطلعي من المرحلة اللي أنت فيها. خلي اللي يزعل يزعل، خلي زوجك يزعل، خلي أولادك ما يأكلوا، خلي شغلك لا يمشي، خلي كل شيء مش مهم، المهم ركزي في نفسك إلين ما تطلعي من هذه المشكلة وهذا الهم ولكل حادث حديث. طز